قال الحافظ أبو المطرف القنازعي الأندلسي القرطبي المالكي في هذا الجواب من ابن عمر: من الفقه الوقوف عند السنن وترك الاعتراض على ما ثبت منها واستفاض به العمل، وهذا سبيل أهل السلامة. وأما من جعل دينه غرضا للخصومة غرضا للجدل فإنه يكثر التنقل ويسوق ويحجب ويسوقه ذلك إلى العمى عن الصواب. وهذا الذي ذكره أبو المطرف رحمه الله فقد صدق فيه وبر، وسابقه إلى ذلك الإمام مالك نفسه. قد حكى القاضي عياض أن الإمام مالك رحمه الله انصرف من المسجد فأتاه رجل كان معروفا عنده في المدينة يتهم بالإرجاء، فقال له: يا أبا عبد الله، تعال أخبرك بما في نفسي وأجادلك به. فقال له مالك: فإذا غلبتني، قضية الآن فيها جدال ونقاش، قال: فإذا غلبتني؟ فقاله الرجل: اتبعتني. فقال مالك: فإذا غلبتك؟ قال الرجل: اتبعتك. فقال مالك: فإذا جاء ثالث فكلمنا فغلبنا؟ فقال الرجل: اتبعناه. فقال له الإمام مالك رحمه الله: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد وأراك تنتقل. اليوم هذا الشيء عندك دين، وغدا يصير غيره عندك دينا، وبعد غد يصير غير الذي كان دينا عندك دينا. وكل هذا ليس سبيل محمد وليس بما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم. إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد وأراك تنتقل. وحكى القاضي عياض عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قوله: ومن جعل دينه غرضا للخصومة أكثر التنقل. وفي هذا المعنى يقول الشافعي رحمه الله: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. وقال الشيخ شرف الدين ابن أبي الفضل رحمه الله: من كان يرغب في النجاة فما له غير اتباع المصطفى فيما أتى صلى الله عليه وسلم. ذاك السبيل المستقيم وغيره سبل الغواية والضلالة والرداء. فاتبع كتاب الله والسنن التي صحت، فذاك إذا اتبعت هو الهدى. ودع السؤال بلم وكيف، فإنه سبب يجر ذوي البصيرة للردى. وقال اللخمي هذا الإمام المالكي المشهور: أيا نفس بالمأثور عن خير مرسل وأصحابه والتابعين تمسكي، عساك إذا بالغت في نشر دينه بما طاب من نشر له أن تمسكي، وخافي غدا يوم الحساب جهنما ونيرانها إذا لفحت أن تمسكي. نسأل الله العافية. نعم.